عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة وارثات. القناة خوتي اللي تعرفوها مختصة في أجهزة الاستقبال وتطويرها وتحديثها، كما راكم تشوفوا معايا الآن على المباشر عذرا لأني كنت عاد نريكل بوزيسيون تاع لاكام، وهذه كما تعرفوا خوتي أنا نصورها غير بالهاتف النقال تاعي. اليوم رانا 19 أكتوبر 2018، موافق للجمعة. اليوم رانا فتحنا الحانوت اكسبسيونال لانه خرجت واحد التحديث لاجهزه الفان كام الجيون، سورتو جيون ميم ستاسات ما فيريفيتش، ولكن راح نفيريفي ان شاء الله. والروابط حقيقه خوتي راح تبقى اسفل الفيديو، ومام باذن الله ملف القنوات حتى هو تانيك ليسونس خرج 2.36. رايح نشوف خوتي واش فيه واش ما فيهش. رانا الان جبدنا جيون اتش دي ار اس ويت اتش دي تي تي، رايح نديرو لو 235 كونفوتو الملف القنوات تاع 235. من بعد عاد اخوتي نفوتو له التحديث تاع 236 ونرفعو منه ملف قنوات ل 236. هذا هو اخوتي على بركة الله. قبل ما نبدا اخوتي رايح برك نذكركم بواحد الشيء. البارح اخوتي قمنا بواحد المسابقة هدرت عليها في واحد البوست درتو قبل بيان سور درتو قبل هدرت عليه، قلت لكم فوالا اليوم على التسعة تاع الليل ان شاء الله انت ديروا رابط المسابقة. من بعد خوتي درت واحد اللايف باش نقول لكم باللي فوالا تال اور المسابقة. من بعد درت لايف، من بعد عاد انونسيت الرابط خوتي. هذا الرابط هذا تاع هذا الموقع صرات فيه غلطة. الغلطه اللي هي هذا الموقع خدم لنا انا جي بارو مارك، انا ما لاحظتش باللي راهو يخدم بالتوقيت الاوروبي، يعني ما راهوش كومباتيبل مع الوقت هنا، لهذا توقفت المسابقه والاسئله توقفت قبل ساعه قبل الوقت اللي هدرنا عليه. يعني خوتي هذه عذرا من كما قال لك خطا من عندنا كما قال لك عذرا، ولكن خوتي كاين واحد لي كومونتير تحسب انا ما لعبت حتى بواحد وجي جوني غيان. رانا كي ان شاء الله غدو نديرو تيراج وصود وراح تشوفوا على المباشر معنا، شوفوا في فيديو ان شاء الله. ومام خوتي باذن الله نعيطوا للفائزين العشرة اللي راهم معنا باذن الله، وربي يسهل ويوفقنا باذن الله. بغيت غير نذكركم خوتي كاين اللي تعدى كاين اللي تجاو شويه حدودو في لي كومونتير، وكما هذاك انا ما يشرفنيش الا كما قال لك انا ما جربنيش واحد يهضر كيما هكا. هذا هو خوتي عذروا لنا وسمحوا لنا بزاف لانه والله غالب وانا والله جوني بارو مارك، انا والله ما رو ماركيت سي بور سا. هذا هو سما جوست هاد الهضره جات باساج باش نهضروا على تاع الخميس على مسابقه البارح. ولهذا خوتي راني زدت رايح ندير واحد المسابقه في هذا الاسبوع بنفس الطريقه، ولكن عليها جائزتين برك ما باش يكونوا في الصوره يا خوتي اللي ما حضروش وفاتهم الوقت وصلت الغلطه وجاو روطار. خوتي راني نذكركم ونعاودهم باذن الله وكور تاع هاد لا سيمين هادي لا سيمين ابارتير لو 20 حتى لو 27 باذن الله رايح ندير بريباري فيها اون كيسيون عليها دو كادو. هذا هو خوتي ونقول لكم ونعاودها لكم سمحوا لنا. نوليو للسوجي تاعنا اللي هو التحديث الجديد اللي خرج للفان كام، راح تشوفوه معنا على المباشر. كيما قلت لكم رايح نديرو 235، من بعد نفوتو لا ليست تاع 235، من بعد عاد نفوتو التحديث تاع 236 ونشوفو ناكسيفيو سيرفي. هاد المعلومات خوتي ديجا هضرت عليها، ولكن راح تشوفوه معايا على المباشر باش كاع هاد لي زيتاب اللي كاين ما يعرفهمش غادي يولي يعرفهم. تسمى كيفاش دير ميزاجور، كيفاش دير لا ليست، كيفاش ترفع ملف القنوات، كيفاش كونيكتيه مع الويفي، كيفاش تاكتيفي لو سيرفر. هاد لي زاسوس راح قاعد تشوفوهم في هاد الفيديو باذن الله باش تكونوا عارفينهم ان شاء الله. فوالا خوتي كاع لي فيشي اللي نحتاجوهم راهم داخل اليو اس بي كيما تعرفوا. توجور الجهاز تاعنا هذا هو جا بهاد لا فيرسيون كي جبدو من الكرتون. جي هنا خوتي تعصرو اكسبونسيون ميني اكسبونسيون، من بعد تحوسو على الدوسي اللي راكو دايرينو اللي هو انا راني دايرو عذرا سي ان دوسي. هذا نشوفو مع الاخر لانه توجور يمشيو في الاخير جيون ار اس 8
جيون ار اس 8 اتش دي تي تي توجور خوتي نقراو هنا في الديسكريبسيون تاع الفيشي. هذا هو 235 راه تدخلوا له دوروا على هذا الاسم حتى هو بهذه الصيغه هذه توجور كما راكم تشوفوا. هذا الجهاز تاعنا راه يرد خوتي، راه حنا نوريكم بالديتاي تما هاد الفيديو هذا فيه حاجه حويج. راه نشوفوا الحاله تاع دو ترونسيس على هاد الجهاز اللي خرجت اليوم، ورايح نشوفوا ميم اونتر هاد الفيديو لداخل واش فيه اونتر ليلين، نوريكم هاد لي زاستيج تاع كيش دير ميساجور، كيش ترفد لا ليست، كيش تحط لا ليست، كيش كونيكتي مع الواي فاي، كيش كونيكتي، كيش تقلع، كيش السيرفر يقلع. تما راه كيما فوالا التحديث رانا كملنا. دروك نمشيو نديرو ل لا ليست بدو 35 لانه التحديث الان درناه بدو 35. فوالا الفيشي تاعنا ليست جيو مامو خوتي بهذا كما قال جات الهضره. هاد الاجهزه هادي تقريبا اللي عندك مامو بلس، مامو نورمال، ار اس 8 بلس، ار اس 8 اتش دي تي تي، سي اكس 200 بلاتينيوم، ار اس 4، كاع هاد الخوتي كاع هادو يتشافوا في لاليست. ولكن خوتي توجور نعاودها لكم نفس النصيحه، خص لاليست كي تكون مرفوده باغ اكزومبل 235 خص تفوت له لاليست تاع اللي مرفوعه ب 35 باش ما يوقعلكش خلل في الجهاز تاعك ويحبس لك في لاباج اكوي تاعجيه. فوالا نكليكيو عليها اوكي، يبدا الداتا دو نوت برو. فوالا سوكسي فول. الان فوالا راح نفيريفيو. فوالا لسه عندنا خوتي راهي ركبت. الان راح نديرو تحديث اللي رانا نهضرو في هذا الفيديو اللي هو 236. بعد ما حملناه خوتي راح نفكركم الروابط راح تكتبهم اسفل الفيديو. تحملوا كل واحد على حده، ما راح فيريفي في ستار سات اسكو خرجت اون نوفيل ميساجور بور لي بور لي جيون بور الاجهزه اللي حامل الفان كام باذن الله. ونشوفوا فوالا ندخلوا هذا الفيشي. ها هو راكم تشوفوا جيون هنايا، ها هو هنايا 236 اللي خرج 15 اكتوبر 2018 وما نحطش ما نحطش بكري. فوالا راح نشوفوا والله هو يدير تحديث. الان راح نرفع لكم لا ليست نوجدها لكم اللي فيها ملف القنوات باذن الله. جهاز وطفى هو اللي اشتغل. فوالا هذا هو التحديث تاعنا، راح نشوفوه معكم واش فيه. رايح نبلاصيو اون كلي وي في فيه، رايح نكونيكتيوه ونشوفو. قبل ما نوريو كيفاش كونيكتيو نوريكم كيفاش ترفعو ملف القنوات. تمشيو باغ اكزومبل الدوسي تاع الميساجور باش ما تلفوش لا بروشان فوا. هذا هو الدوسي تاعنا. واش ديروا دروك باش ترفدوا ملف القنوات اللي راه فيه؟ تكليكيو البوطون جون تيلي شارجي اوب ابلود داتا، تكليكيو ابلود داتا باز راهي نو ديروها وي وتخليوه. الفيشي ها كيفاش يطلع لكم في الجهاز جي اكس 6605 بتاريخ اليوم. صح ماغري راهو تاريخ قديم، هو اللي يهمنا احنا ما يهمناش، ولكن في شي هذا هو. من بعد نروح نرنوميه ونديروه في ميديا فاير، نتي جارجي في ميديا فاير، واللي انت راح تبو اسفل الفيديو باذن الله. رايح الان نوريكم كيفاش تكونيكتيوه بالواي فاي. فوالا اكسبونسيون كونفيغوراسيون دو ريزو ريغلاسيون فيل شاش اكسس بوينتر. هذا هو الواي فاي ديالنا اللي تعرفوه. ان دو على عذرا نديرو روتور دو تروا اش كا
4 5 6 اش كبيره ونديرو اوكي بالغوج، خليوها تكونيكتا اوتوماتيك راح يدير لنا فوالا رابيدمون. فوالا بالك هذا التحديث هذا راه فيه شويه تعديلات لهذا الموضوع، دي فوا يطول باش يتكونيكتا. نوريكم الان كيفاش كونفيغوريو السيرفر اكس بو. فوالا دي فوا كلي ما يطلعلوش هنا لو سيرفر، ما يطلعلوش كونفيغوراسيون ديالو ما يطلعلوش، لانه يلزم يدير اوديو 111 يدير اوديو 111 يدير توين بروتوكول باش غادي يطلع له، لانه لو كان تخليوها كيما راها 111 تخليوها ديزاكتيفي راح تشوفوا معايا بلي نورمالمون سيرفر سيرفر راهو طالع، ولكن نورمالمون في الاول خصكم ديروا اوديو 111 ديروا توين بروتوكول باش يطلع لكم. نوليو نعاودو نديرو توين بروتوكول كونفيغوراسيون دو سيرفر، نجيو لاباج 15 خوتي توجور هنايا، هاي لاباج 15 و تكليكيو 3 لود ديفو سيرفر دو يو وونت يس، تخليوه يقلع. هذا نورمالمون كي يقلع يكتبلكم لا دات تاع لاكتيفاسيون و لا دات تاع ليكسبيراسيون تاعي وقتاش تكسبيرا خوتي. هذا هو كومو اكتيفي لو سيرفر. رايح نضربو طلة خفيفة على أسترا نشوفو واش راهو يفتح فيها، كاش حاجة جديدة ستابيليزاسيون تاعها. حنا تعرفونا شوية قنوات فرنسية مرتبين في الأول. هوب خوتي عذرا على هاد عذرا 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 هلا دي كانالسات مفتوحين، نشوفو دي كال راهي بالبلون نشوفوها، مراش مفتوحة، سينما صفراء مفتوحة، دي كانالسات كيما راكم تشوفوهم متغيرين لونهم، قنوات الأطفال RMC سبور خوتي والبين سبور فيها التحديث ولا بالك قضية تاع وقت حتى يوليو يطلعوا فيه. هذا الدازن رايح ما مجرب، رايح ما مجرب بإذن الله. قناة إسبانيا توجور خوتي فوالا، قناة إسبانية ما حبستش كاع لي سيرفر في كاع الأجهزة في كاع لي ميزاجور توجور مارش، لأنو هذا قنوات فرنسية دوكيمونتير هذا مارش حقيقة تقريبا جميع القنوات الفرنسية إلا ار ام سي سبور والبين سبور الفرنسية ما كان والو. رايح ان شاء الله رايح نوري امام رايح نديغرادي الميزاجور ونفيريفيوها، رايح نشوفو جوست الوان فوالا فوالا الوان تاع القنوات اليفان سبور في اوت بيرد راهم مغيرين اللون، يعني راهم مفتوحين يعني كومام راهي تفتح في اوت بيرد. رايح نديغرادي التحديث هذا رد دو ترونسيف ونفيريفي الان ام سي سبور باش خوتي تعرفوا ننصحكم بها ولا لا. هاد دو ترونسيس حنا بويسك رانا نتابعو حالة القنوات وكامل، يلزم نديرو هاد التحديث هذا باش تشوفو حالتو هاد لي فيديو باش تشوفوهم معانا على المباشر. فوالا انا نرجعو دو ترونسان كي تكمل نولي نشوفو الحالة بإذن الله. فوالا نفس الشيء خوتي سما باش ما يعني راها متوقفة الار ام سي سبور والبين سبور ان دو تروا راهي متوقفة اون جينيرال في، ولكن البين ماكس كيما راكم تشوفو راهي مع راهي مارش، ولكن بين سبور 1 2 3 بور لو مومون راهي متوقفه باش كونوا في الصوره، يعني 2 36 راهي اجور، ولكن بالك قضيه تاع وقت باذن الله يوليو ينطلقوا فيهم ار ام سي سبور وستابيليزاو باذن الله. هذا هو
الفيديو تاعنا لنهار اليوم رانا هضرنا على دوترونتيس، هضرنا كيفاش ديروها، هضرنا كيفاش تفوتوا ملف في القنوات، هضرنا كيفاش ترفعوا ملف في القنوات، كيفاش كونيكتيوه بالواي فاي، كيفاش حتى تاكتيفيو السيرفر. وقلت لكم خوتي هضرت لكم على مسابقه وكيفيه اللي صارت، الغلطه اللي صارت البارح، ولكن لا حرج باذن الله. هاد الكور تاع حط لاسومين باذن الله رايح تكون مسابقه اخرى فيها 2 جوائز يا ربي باذن الله. ما علي انا غير نقول لكم تبقاو على خير خوتي، عذرا طولنا عليكم. اليوم الجمعه ما غير ما خدمتش، ولكن فتحنا باش ندير لكم لانه خرج التحديث ما يلزمش نرطيوها على خوتي. ما علينا غير نقول لكم الى فيديو لحق باذن الله، وغدا باذن الله رايح نديرو فيديو باش نشوفو الفائزين العشرة العشرة اللي اشتركوا معنا في المسابقة الامس. والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.